شكرا على الاستضافة، وهذه مناسبة اللي كان بغيت نرحم لها حبابنا اللي فقدناهم في جراء هذا الوباء، والله يشافي المرضى اللي كيتداووا في البيوت ديالهم وفي المستشفيات العمومية، وكذلك التنويه بالعمل اللي يقوموا به المغرب تحت القيادة لجلالة الملك نصره الله، واللي التلقيح يعني المغرب من الدول السباقة اللي غادي تكون اللي غتلقى التلقيح، وحنا بمناسبة كانوا انخراط ديال المقاطعة إن شاء الله غيكون انخراط 100% لإنجاح هذه العملية بالتنسيق مع السلطات المحلية طبعا. حصيلة صفر، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام ما يقبلوش المواطن اللي كيجول في مقاطعة سيدي مؤمن. نقدر نقول لك هذا الكلام هذا ما بقاش مقبول حتى في تدبير الشأن المحلي وفي المغرب كامل، أو لا شبه، ونقولوا عدمي، كلام عدمي. حصيلة صفر في المقاطعة، هاد الناس اللي تيقولوا حصيلة صفر ولا كما قلتي بعض الأصوات، أنا غادي نقول لهم يهزوا السيارات ديالهم، ولا يهزوا المطر ديالهم، ولا يهزوا البيكالات ديالهم، ولا يجوا عندنا نضربوا بهم دورة في المقاطعة سيدي مؤمن. ما عندناش أدنى إشكال. الشوارع ديال سيدي مؤمن اليوم اللي تصوبات وتقدات في هذه المرحلة هذه، كنعتقد أن كل شيء كيدوز منها. الادارات اليوم، المركبات، الادارات ديال فضاءات الاستقبال اللي كيمشي لها المواطن اليوم، ولات فضاء يعني يليق بالمواطن ويليق بالموظف، هذا توا هذا يمكن يمشي. هذا اللي تيقول الحاصله صفر يمشي يشوف هذا الشيء. المساحات الخضراء اللي كاينه في سيدي مؤمن، انا غادي نعد لك هذا الشيء، نزيدك الوقت ما كافيش غير نقول لك واحد، نزيدك واحد على اليسر باش تولي 10 عريتها ان شاء الله نقدموا الحاصله ديالنا. واحد، اولا الشوارع اللي تصوبت في سيدي مؤمن، كاين شارع مرمى الخطاب، شارع ديال عبد الله ابراهيم، شارع ابو بكر الحمادي، شارع حسين السوسي، شارع المغرب العربي، شارع اللي كيوصل لمدارات الهدى. هاد الشوارع هادو اليوم الا مشينا ليهم غنشوفوا الشارع تصوب، والرفيج ديالو يعني الوسط الشارع تغرس بالغازون، بالنوار كما نقول، نتكلموا بهذه اللغه باش لان هذه اللغه اليوم غتكون قريبه للمواطن. المدارات ديالو، هذاك الرون بان ديالو ما كانش فيهم اغراس، دار فيهم اغراس، يعني الشوارع كامل قلت لك ما كانش فيهم اغراس، دار فيهم اغراس. شارع السلام جوج توا كذاك اللي كيربط ما بين تطم الليل ومقاطعه ديال سيدي مؤمن، ما كانش بداك الشكل، لا الاناره العموميه، لا الحديقه اللي كاينه في الشارع، لا التبليط اللي كاين في الشارع، لا الزفت اللي كاين في الشارع، الحديقه ديال السلام جوج كذلك ثاني ما كانش بداك الشكل ديالو. تزيين ديال المدارات اللي زين تقريبا كانوا كلهم ما فيهمش تزيين، اليوم كاين تزيين وفيه الروح ديال المواطنه اللي كيعبر على الروح ديال المواطنه المغربي وحبنا الوطن ديالنا عبر هذوك لي موتيف ديكوراتيف اللي فيهم الرايه المغربيه وفيهم يعني اللي كتربط المواطن بالمغرب ديالو، وهي هي مناسبه اللي نبغوا ناكدوا على ان الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه، وان العمليه اللي قام بها المغرب واللي شاد بها جميع المنتظم الدولي عبر تحرير الممر ديال الكركرات اللي ولا اليوم كنسيابيه ديال البضائع وخروج البضائع، وهذا يعني كيشد به المنتظم الدولي كامل. المغرب ما يمكنش يتنازل على شي شبر واحد من الارض ديالنا اللي الصحراء المغربيه. هاد لي موتيف كيشيروا لهاد المساله هذه. نمشي للحدائق، كاين حديقه ديال السعاده، هذا اللي كيقول صفر انجاز بغيتو يمشي تما، مشي يبرك في الليل. حديقه ديال الصفا، الحديقه ديال السلام جوج ذكرتها، الحديقه ديال الامانه، الحديقه ديال الاناسي، الحديقه ديال عمر بن الخطاب، الحديقه ديال اللي كيتصوبوا دابا ديال المغرب العربي وديال الاناسي، هذه كلهم حدائق. اليوم انا بغيت هاد الاشخاص اليوم نتكلموا، الا بغينا تدبير الشان المحلي نترفعوا على هاد السنه هذه، كانوا يقولوها لنا قبل، يقولوها لنا في 2015، يقولوها لنا في 2016 17، يمكن نقول لهم اجي عطينا المقترحات ديالكم ويمكن نمشي ندافعوا معاهم عليها ونصوبوها. اما باش نجي نقولوا حتى 2020، اليوم حنا نهايه 2020 يعني مقربه النهايه ديال الولايه، ونجي نقولوا هذا المجلس ما دار والو، فكنعتقد الاصوات هذه اليوم ما بقاش مقبوله، ما بقاش يقبلها المواطن وما غنقبلوهاش حنا، لان الحصيله ديالنا حصيله جد مشرفه، ماشي ديال الرئيس بوحدو، ديال الرئيس ديال المجلس كامل. هاد الامور هذه اللي كاينه في الحصيله، قلت بان الادارات يعني المرافق، نمشي للشؤون الثقافي،
الشأن الثقافي والرياضي. المخيم، المخيمات اللي دازت الصيفيه اللي دازت في الوداد ديالنا دازت في مستوى كبير جدا، يعني المراحل كلها دازت. وفرنا لذوك الوليدات يعني الملابس ديالهم ديال المخيم، النقل كرنا لهم حافلات يعني كتليق بالاطفال وكديهم للشاطئ وكتجيبهم، زائد المواكبه ديالهم والتعطير ديالهم. هذا بالنسبه للمتظاهرات اللي تقامت في مقاطعه عدس، متظاهرات كبيره جدا. كاين بعدا الافتتاح ديال مركب المعلمه الكبيره، افتتاح مركب ابي عنان، المعلمه اللي مسميه على الجمعوي ديال الله يرحمه بو عنان، اللي هذه اللي هي فيها جميع يعني جميع المرافق اللي يمكن المرتفق يجي يدير الانشطه ديالو، سواء المسرح، سواء المسرح على الهواء الطلق، سواء الفن، سواء النحت، سواء يعني المكتبه او الاماكن اللي يرد لها. كاين كذلك التظاهرات اللي كانت في مقاطعه سيدي مومن، كاين معرض الكتاب النسخه، يعني النسخه اللي دات في مقاطعه سيدي مومن النسخه الاخيره قبل ما يتحول لمعرض الكتاب، داز ناجح يعني بنسبه كبيره. والمقاطعه هزات نقلات اللي غيجي في المال المقاطعه، وفرت النقل لجميع المواطنين اللي ما عندهمش وسائل النقل باش يجيو يشوفوا الوليدات ديالنا ويمشوا من المدارس العموميه اللي ما يستطيعوا شيء بالتنسيق مع المديريه الاقليميه. كاين ماراثون ديال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كان امام المركب الثقافي ابي عنان، كاين المهرجانات رمضانيات ديال سيدي مومن، كاين الملاعب القرب 13 ملعب اللي تنشات. انا يعني هذا الشيء اللي غنتكلم معك في الحصيله خصني معك واحد 4 سوايع 5 سوايع باش يمكن نوصل هذا الشيء كامل. كنعطيك دابا غير الرؤوس اللي قمنا بها في المقاطعه. كاين اكرام الميت، هذا الشباك الوحيد ديال الوفيات اللي كيكون فيه رقم، بدون ما يتصلوا بالرئيس او يتصلوا بالمستشار، كاين رقم كيتصلوا به للمواطن كيدير مع السيان ديال السيد المتوفي، الا كان هو من العائله ديالو ولا هذا، كيحصل مباشره بدون وساطه بين هذا الشيء كامل. حنا هذا الشيء رسخناه ودرنا له الاداره ديالو باش يمكن يمشي مزيان. نقلنا خرجنا لحفظ الصحه، مقر حفظ الصحه خرجناه من المقاطعه، خرجناه لمكان اخر باش يكون فيه المرتفق ديال اللي كيجي كياخذ اللي مسجل على كل حال في حفظ الصحه، واللي هو في اطار الدعم ولا يعني الهشاشه ولا يعني باش هاد المواطنين اللي هما عندهم داء السكري وكيحصلوا على البرا ديال السكر، انهم يشوف المقر ديال المقاطعه، المقر ديال حفظ الصحه يكون مزيان. ودرنا اجتهادات اخرى، وفرنا دراجات ناريه لهاد الموظفين ديالنا من بعد ما قمنا بعمليه ديال البرمجه ديالهم والستوك ديالهم ولا جيستيون دو ستوك ديال الدواء، الحصه اللي كتجينا من جامعه الدار البيضاء، كيفاش كتدخل، كيفاش كتستف، كيفاش كدار. ودرنا كذلك يعني هاد الناس المستفيدين حصيناهم، واش ولاد سيدي مومن، واش باقيين حيين، واش باقي على قيد الحياه، واش هما عندهم حق يستافدوا. درنا واحد كارني اينوك مع المديريه الاقليميه ديال الصحه باش هاد المستفيدين يوصل لهم الدواء ديالهم حتى الدار ديالهم، هاد الفئات الاطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصه. هاد المسائل اللي قمنا بها اجتماعيه وهي وخصنا نكثروا فيها بزاف، لان سيدي مومن معروف بالهشاشه ديالو. تزودنا الدواوير كلها ديال سيدي مومن بدون استثناء بالماء الصالح للشرب. نقدر نقول لك الدواوير كلها بدون استثناء، وحنا كنعرفوا الماء الصالح للشرب، كنعرفوا المعاناه ديال الساكنه ديال اللي هما كيعيشوا في الدواوير. بالمناسبه اللي كنوه بالعمل اللي كتقوم به اللجنه الاقليميه لمحاربه دور الصفيح، لان مجموعه ديال الدواوير تمت الازاله ديالها، وكيبقى دوار كبير اليوم اللي هو حنا يعني كما قلت كنقولها ديما، ان هاد الدوار رحمنا اليوم بغينا جميع المتدخلين انهم نسرعوا العمليه الايواء ديالهم. وفرنا لهم يعني الاناره العموميه في رمضان اللي قبل من هذا، ومع جماعه الدار البيضاء مع السلطات المحليه وفرنا محول كهربائي باش ما يمكنش يتقطع عليهم الضوء في وقت الدروه، يعني وقت الفطور. جنا كذلك يعني هذاك الوضع الحار اللي تيكون في الدواوير اللي كيكون فيه شي اشكال كنمشيو كندخلوا في المقاطعه وكنصوبوه، هذا الماء صحيح الشرب كذلك وفرنا تقريبا جميع البلوكات ديال سيدي مومن اللي فيهم اشكال على كل حال، وكنتواصلوا معاهم وكنقول لهم ديرها في الامكان، واش غنديروها معكم ولا ما نديروهاش معكم. هذه بالنسبه للمسائل الاجتماعيه والثقافيه والاشغال. اشغال كاين شوارع اخرى اللي كتصوب لهم، شارع عمر بن شارع اهل الغلام، هذا شارع كيربط من
من مقاطعة البرنوصي حتى المطار ديجات من الليل، اليوم راه فيه الأشغال وشارع كبير جدا. كاين عمر بن الخطاب الحديقة كبيرة، اليوم كينزلوا المواطنين كيجلسوا مع راساتهم، مولدات ديالهم العائلات ديالهم في ديك الحديقة، واللي فيها واحد يعني تاج كيضوي بالليل يليق بالجمالية ديال المقاطعة. هذه كلها إنجازات ما يمكنش نجيو نقول نبخسوها بهذا الكلام ونقولوا راه صفر، لا هذا كلام غير مقبول وكلام يعني زعما كلام نبغيو ان هاد الاصوات هذه تجي عندنا المقاطعه، ولا عندها شي مغالطات ولا كان شي حد غلطهم في شي حاجه. بابنا راه مفتوح، كنستقبلوا كل اربعه كيكون عندنا استقبال الله في الفتره ديال الكوفيد اللي هي مع كتكون عندنا طرق اخرى يعني حديثه اللي يمكن توصل مع المواطنين. حدثنا صفحه ديال النظافه، في المناسبه كنشيد بالعمليه ديال النظافه اللي تم جامعه الدار البيضاء اليوم. النظافه ديال اليوم اللي في سيدي مؤمن ماشي نظافه ديال شحال هذه، وهادشي يمكن نشوفوا المواطنين عبر الشوارع والازقه وهادشي. اليوم كذلك هاد كندخلوا باش يمكن نشوفوا الحافلات بناء على العقده الجديده، باش نوصلوا الحافلات للاماكن اللي هي اللي خصها انه يوصلوا الحافلات ديال النقل، سواء النقل ديال الطلبه او النقل ديال المواطنين. يعني هاد المساله هذه انا كان الحصيله تقريبا هي موجوده، وغادي يجي الوقت ان شاء الله اللي غادي نشروها. انا كنبغي نقول المجتمع المدني، درنا لقاءات مع المجتمعيه كثيره جدا، استقبلناهم وطلبت منهم شخصيا، قلت لهم اعطونا المقترحات ديالكم، اعطونا المقترحات ديالكم باش يمكن نبلوروها في تحضير البرنامج السنوي ديال سواء 2018 ولا 2019 ولا 2020. هذه الفتره ديال الكوفيد كان تدخل المقاطعه، كان تدخل يعني قريب من المواطن. نقول لك كحل يمكن نقول لك المقاطعه او المستشارين ديال المقاطعه، كل اطياف سياسي اللي كاين في المجلس ماشي غير الرئيس، كنمشيو نقدر نقول لكم بقاو من 10 الليل حتى 12 الليل وحنا كنعقموا في ذوك الاحياء اللي فيها كوفيد. وفرنا بالتنسيق مع السلطات المحليه والمديريه الاقليميه للصحه، وفرنا السياره ديال نقل المخالطين باش يديروا التيست ديالهم، وفرنا الخيام والكراسي باش يستقبلوا الناس اللي بغيو يجيو يديروا التيست ديالهم في المستشفيات. كل هذا سيدي مؤمن بالكراسة وبالخيام، وفرنا يعني جوج سيارات اللي كننقلوا بهم، أولا سيارة واحدة زائد السيارة الثانية كتكون غير يعني في أوقات اللي كننقلوا بها الأطقم الطبية من المستشفيات إلى مقرات ديال السكنة ديالهم، لأنهم جايين اليوم مع هذه الفترة هذه كيكونوا جايين من خارج حتى الدار البيضاء. وهذا الشيء كل شيء بالتنسيق مع السلطات المحلية ومع المديرية الإقليمية للصحة. قمنا بعملية تحسيس، يعني هادشي كثير عملية تحسيس. وبالنسبة للمساحات الخضراء كما قلت، هي مساحات خضراء يعني انا درت واحد مجموعة ديال الساحات اللي كانت اللي اليوم تأهلت، لكن كيبقى عندنا الأرض. واش للأسف كاين بعض الأماكن اليوم مثلا ما كنلقاوش الأرض فين نديروا مساحة خضراء، ما كاينه شيء. وهذه كاين في احياء اليوم اللي ربما يقول لك مثلا المقاطعه اليوم اهتمت بواحد البلاصه وخلات واحد البلاصه. هاد الكلمه نقدر نتفق معاهم فيها، ولكن ماشي اهتمت بلاصه وخلات بلاصه، وان الارض ما كاينه شايف ذاك المكان اللي غدير فيه هذيك المساحه الخضراء. فرحات عندنا حنا نمشيو لجميع الاحياء ديال سيدي مؤمن ونديروا فيها. كانت اتصالات عندنا مع السكان ديال النجمه ديال سيدي مؤمن، اتصلوا بنا قال لك اودي حنا راه خصنا واحد المساحه خضراء. مودي واش حتىكم بالفعل مشينا درنا المساحه التقنيه وشنا لقينا غير واحد الساحه صغيره وصوبناها والجماليه ديالها وكيفاش فرحانين الناس بها. حنا كنفرحوا من ناحيه ملي كنحطوا شي حاجه وكنجهلوها، والمواطن حتى هو كذلك كيلمسها وكيحافظ عليها وكيتبعها بيدو، لان هذا الشيء ديال المساحه الخضراء هو متنفس للساكنه ديال سيدمون. ونقول لك بان الساكنه ديال سيدمون اليوم تعتبر من اكبر عدد الساكنه اللي كاينه بين اكبر الساكنه اللي كاينه في الدار البيضاء. وكنعرفوا يعني العمليه العمرانيه كيفاش يعني كيفاش تطورات، ونعرفوا كيفاش الامور كيفاش غادا اليوم في سيدي مؤمن. لا بد خصنا واحد كما قلتي في الكلام ديالك، خصنا الراعي واحد شويه الاقامات اللي تيكونوا انا نديروا فيهم مساحات خضراء فين يخرجوا الوليدات ديالنا ويخرجوا يعني المواطنين انهم يرتاحوا شي شويه في هذه الاماكن. المقاطعه كتقوم عليها، جماعه الدار البيضاء كتقوم عليها، لكن في انعدام يعني الاراضي باش نديروا هذه المساحات الخضراء راه هذا هو للاسف. وحنا المسؤوليه، شوف المسؤوليه انا في عادتي ما كنبغيش نرمي الكره لشي حد نقول له انت راك سيدي، انا راني مسؤول، رئيس مقاطعه راني مسؤول، ورئيس الجماعه مسؤول،
وكلنا حنا مسؤولين، ولكن ما رموش الكره على الجهه تقول لي غير مسؤول انت راك انت اللي مسؤول باش ما تجيش مسح الخضره. لا، حنا اليوم كنشوف الواقع اللي كاين وكنخرج منه نخرجوا منه شي حاجه كنأهلوها للمواطن. كما قلت لك هذيك الساحه ديال الامانه، الساحه ديال السعاده، الساحه ديال الصفا، الساحه ديال عمر بن الخطاب، الساحه ديال اناسي، الساحه ديال السلام جوج، الساحه ديال المغرب العربي، الساحه ديال السعاده. هذو ساحات زائد الشريط اللي كنشتغلوا فيه اليوم مع جماعه الدار البيضاء ديال طريق السيار. هاد الساحات راه حنا غير لقيناها مشينا كنصوبوها مباشره، بالمناسبه اللي كنحيي المجهود اللي كتقوم به السيده النائبه في هذا الاطار ديال 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 انا قلت بان الحصيله راه موجوده. غادي ان شاء الله غادي نديروا لقاء مع المستشارين بعدا باش ندرسوها ونعرضوها ان شاء الله على المواطنين والسكان سيدي مؤمن. وهذا الشيء كيشرفنا، يعني احنا كيشرفنا حصيله جد مشرفه، وحنا ان شاء الله غادي نعطيوها بالارقام بالديتاي ديال اشنو درنا في سيدي مؤمن. كل سنه كنديروا 40,000 ديال التزفيت، عمليه التزفيت كل سنه، وما تنديروش كما قالوا بعض واحد كنمشيو نزفتوا الشركات. هذا كلام هو غير مقبول، عاوتاني واحد شويه نكون واحد شويه ديال واحد الموضوعيه، نكون واحد شويه الموضوعيه. وحنا ما شناش هاد الشوارع تصوبوا، ما شناش هاد الشيء اللي هاد الحفار اللي تصوبوا، ما شناش ونقولوا صفر، ولا نقولوا مشينا صوبنا واحد الشركه. ونبغي ناكد بانني كرئيس مقاطعه كنبغي ناكد على ان الاحياء الصناعيه اليوم كتلعب دور كبير في المغرب، وعلينا انا نمشيو ناهلوها، لان هذيك احياء صناعيه شو كيشتغل فيها؟ كيشتغلوا فيها ولاد سيدي مؤمن. وشنو كدير؟ كترفع من رقم المعاملات الداخلي والخارجي، وكنعطيو فيها عمليه التشغيل. وبالتالي فاليوم كمقاطعه سيدي مؤمن كون عندنا الامكانيات، كون عندنا الامكانيات غنمشيو ناهلوا الحي الصناعي كامل ديال سيدي مؤمن. باش نكونوا متفقين، وهذه المساله هذه ما فيهاش تمييز، لا درنا هذه بعدا. اولا كنفي المساله انني مشينا مجلس مشى زفت الشركه وخلى هذا الشيء، وهذا الكلام كله غير منطقي وغير مقبول. وهذا الشيء عندنا، هذا الشيء عندنا. تدبير ملاعب القرب جماعه الدار البيضاء مع المقاطعه، وكنا خدينا خطوه جريئه جدا. حنا ماشي ضد الشراكه المجتمع المدني، بالعكس حنا كنقولوا بان درنا مجانيه الملاعب، مجانيه الملاعب، ودرنا مدراء في كل ملعب، وقلنا ونشرنا هذا الشيء على واسع النطاق. كنا المواطن ديال سيدي مؤمن عنده الحق انه يمشي يلعب في الملعب ديال سيدي مؤمن، ملاعب كلها، وقلنا بالمجانيه ديالها، ودرنا الطريقه ديالها، وحصينا الملاعب، واهلنا شي ملاعب، ومازال غناهلوا ملاعب اخرى. وكنقولوا للمواطن اليوم يمشي ياخذ حصه ديالو. كانت جمعيه كنقولوا ودي تمشي تاخذ حصه ديالها، برنامج واضح اسبوعي، ها شحال ديال التوقيت اللي عندك، كتمشي كتسلمي الورقه تاخذها من 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 القسم الريادي وتعطيها للموظف اللي كيشرف على الملعب، وسير تلعب اخويا، ما تخلص عندي ما تخلص عندك. انا كنتكلم دابا ما اللي حطينا حنا والمقاطعه ونشرنا هذا الشيء. حنا ماشي ضد، كنعاود نكرر، حنا ماشي ضد المجتمع المدني ولا الجمعيات الرياضيه اللي بالعكس هذه مساله يعني تقنيه، مساله مرحب بها حتى ولد الدرب اللي بغى يلعب الكره، اللي بغى يلعب الكره ولد الدرب. لاني ما ودي المساله شنو غادي تجمع تصحاب ديالك كتلعبوا كره 11 ولا خذ اخويا جيب السيان ديالك سير خذ ورقه ديالك من القسم الرياضي وتحمل مسؤوليه الملعب في الفتره اللي كتلعب فيها وسير تلعب مع راسك. وانا مع هذه المساله هذه، وهذه كانت طلبات كثيره ديال المجتمع المدني في هذا الاطار، بان الملاعب خاصها تقنن وتقاد. حنا مشينا معاهم في الطريقه هذه ودافعنا عليها، دافعنا عليها في جامعه الدار البيضاء. انا من الاشخاص اللي مشيت دافعت على هذه النقطه هذه ديال مجانيه الملاعب للكل بدون مقابل. اولا بعد الميزانيه ديال واش نعرفوها مزيان، هي ماشي ميزانيه، هي ميزانيه كتكون ميزانيه جامعه الدار البيضاء، وهي كتعطي على شكل منحه كل مقاطعه على حسب معايير معينه عدد السكان عدد المركبات. هاد اللي كتنصلوا حنا بها كل سنه كنديروا اجتماعات في اللجنه الماليه،
جميع الاعضاء كنقول لهم الله يخليكم، شنو الرؤيه ديالكم الاستراتيجيه ديال هذه السنه؟ كنجيبوا المكتب كيعطي الرؤيه ديالو، كنعطيوها للجنه ديال الماليه، اللجنه الماليه جميع المستشارين نقدر نقول لك حنا كياخذوا الورقه ستيلو وكيحطوا قدامهم الميزانيه، وكنبقاو نقولوا هذه السنه هذه نهزوا من هذه ولا نقصوا من هذه، وعلاش غنهزوا من هذه وعلاش غننقصوا من هذه. هذه الاشراك ديال جميع الفرقاء السياسيين، وناكد لك بان الميزانيه ديالنا جميع السنوات بدون استثناء بدون استثناء هناك اجماع في المجلس المقطع سيدي بوبو، اجماع على المنحه اللي كنتوصلوا بها، يعني التصويت كيكون التصويت بالاجماع وإشراك جميع الفرقاء السياسيين. وحتى لا كان شي مقترح من عند المجتمع المدني، فانا شخصيا نتمنى ان يكون عندي مقترحات، يكون في كل جمعيه راه عندها واحد كتكون في واحد الحي، عارفه الحي اللي فيها واش خاصها واش دير. فهذا الشيء اللي كيمر به المقاطعه سيدي مؤمن بكل يعني بكل وضوح وبكل اشراك تام، ما عندناش معارضه وما عندناش امتناع في التصويت على المخصص ديال السنوات كلها اللي دازت في سيدي مؤمن. هذه المساله ديال الاشراك علاش هي مهمه؟ وعلاش كنديروها في المقاطعه سيدي مؤمن؟ اولا لان المستشارين 32، كل مستشار راه يكون في واحد الحي بما فيهم رئيس المقاطعه. وملي كنمشيو للجنه يكون معنا المصلحه التقنيه وجميع المصالح يكونوا حاضرين، وكنقولوا هاد مثلا هاد البلاصه هذه بغينا نديرو لها مثلا بغينا نديرو لها ساحه خضراء. كتبان للمواطن العادي ان ديك الارض خاويه وبغي يدير فيها ساحه خضراء، كيتلقاها المستشار مع هذا المواطن كيجيبها للجنه المصلحه التقنيه ومصلحه التعمير، يقول لك اودي هذه الارض راه خاصه ما يمكنش نديرو فيها. ودوك ممكن يعني هاد الاشراك ديال 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 المستشارين ناكد لك بانه كاين 100% والحضور ديالهم كيكون مرحب به، وكنناقشوا يعني كنقدر نقول لك بقاو حتى نص نهار هما كيناقشوا، ولا ما كفناش الوقت كنعاودوا نزيدوا الوقت قرب نناقشوا، نعدوا الوقت ديالنا التام وكنعدوا الميزانيه ديالنا. بطبيعه الحال كنمشيو كننزلوها وفق داك الشيء اللي اتفقنا عليه. نعطيك مثلا في واحد السنه من السنوات ديال 2018 كانوا السادة الاعضاء ديال المجلس كيفرقوا الزفت فين يكون هاد الزنقه وعلاش واخرى والثانيه والثالثه، وقلت لهم واحد القضيه قلت لهم نمشيو نعلقوا واحد لا ليست، حنا شديناها وكتبناها وعلقناها في باب ديال المقاطعه باش تكون واضحه، يعني ها اللي غادي نديروا هذه السنه هذه. هذه المساله هذه اعتقد انني بمناسبه كنشكر جميع اعضاء المجلس لانهم كيجيو وكيدافعوا على يعني الاحياء اللي كينتميوا لها وكيدافعوا باش تكون جماليه ديال سيدي مؤمن. وهذه مناسبه لهم كل المواطنين بان المنتخبين اليوم ديالكم ديال سيدي مؤمن راه الهم ديالهم الوحيد شنو هو؟ هو الجماليه ديال المنطقه ديال سيدي مؤمن، وحنا اللي غادي نمشيو لها بدون اقحام الاداره ولا اقحام يعني في صراعات. بعد حنا ما اليوم عندنا مشكل مع حاجه واحده، عندنا مشكل مع الطريق باش نصوبوها، عندنا مشكل مع جرده باش نصوبوها، عندنا مشكل الا كان شي دوار من الدواوير اللي كتتدون فاش الماء نمشيو نضربو ونديرو ليها الماء، عندنا مشكل الا كان شي اناره عموميه ما مزيانه شي نمشيو نقادو، عندنا مشكل الا كان شي فضاء استقبال ديال الاداره ما بقاش شي كنمشيو كنوقفوا عليه كنقادوه، عندنا الاشكال الا كان شي معلومه ما وصلها شي اللي عند المواطن يطلبها منا نوصلوها ليه، عندنا مشكل نمشيو نسهلوا كنمشيو كنسهلوا يعني المسائل الاداريه ديال 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 المواطن. نعطيك مثلا الرخص اليوم، الرخص التجاريه ولا رخص التعمير، العمليه ولات بسيطه جدا بالمقارنه مع ما قبل. ممكن المواطن يمشي يدخل في المنزل ديالو يدير الوريقات ديالو يسكانيهم يحطهم في في في, في الرخص بوان ام ا، وحنا كندوز المراحل وانا كتبان لي يعني واخا نكون في المنزل ديالي كنحل البي سي ديالي كيبان لي المراحل فين كاينه وفين معطله، فين معطله ولا معطله في شي مصلحه كنتصل بداك رئيس المصلحه وتنقول الله يخليك علاش هذه معطله هنا، لا راه خاصو شي وثيقه، واتصلوا بالسيد في التليفون كيكون حاط الرقم ديالو وكيتصلوا به وكيقول ليه جيب الوثيقه ديالك باش يقارنوها الى تاع الظروف الى تاع الضروره، وكيتوصل الوثيقه ديالو ممكن انه يامبريمها من الدار ديالو. هذه بالنسبه للرخص ديال التجاريه وديال رخص التعمير، هذه كلها هذا هو الهم ديالنا اليوم حنا كاملين كأعضاء المجلس.
بالنسبة لهذه النقطة ديال الثقافة والرياضي، أولا كيكون عندنا جوج الأنشطة بالإضافة إلى الأنشطة العادية اللي كتكون، كيكون عندنا الربيع ديال المقاطعة والرمضانيات. اللجنة ديال الثقافية والرياضية والاجتماعية كتنعقد، كيديروا البرنامج ديالهم، وكنحددوا تاريخ المجتمع المدني كامل اللي بغى يشارك معنا الأنشطة ديالنا حنا مع الجمعية ديالو، كنحددوا ليه تاريخ، مثلا شهر، كنقولوا شهر من تاريخه إلى، وهذه النسخة كنعلقوها في المقاطعة، وكنعلقوها في جميع الملحقات التابعة للمقاطعة، وهذه المسألة كيكون فيها إشراك تام. ملي كنقولوا برنامج ديالنا السنوي ها هو، وكنقولوا للجمعيات الله يخليكم اللي بغى عنده شي اللي عنده شي نشاط بغى يديروا في الرمضانيات ديال المقاطعة سيدي مومن أو لا في الربيع ديال المقاطعة سيدي مومن، أنه كيجي للمقاطعة وكيحط الملف ديالو وشوفوا نقول لك القضية ما فيها لا هذاك الآخر كينتمي لهذا لا هذاك كينتمي لهذا، بالعكس هادشي ما كاينش، وقليل في رئيس مقاطعة فيك يدخل في هذا النشاط واش نديروه ولا ما نديروش شكون مولاه، بالعكس ما كاينش هادشي. حنا بالنسبة لنا فرحات عندنا الجمعية اللي غادي تجي ودير النشاط ديالها وتشم انا حنا في داكشي ديالنا حنايا. وكاين هناك جمعيات كبيره في سيدي مومن المناسبه اللي كنوه اللي كيقوموا به، كاين المسرح، يعني كاين الكره، كاين الفن، كاين يعني كاين الرسم، كاين النحت، كاين جمعيات كبيره اليوم اللي شاركت معنا في برامج ديالنا كلها ديال الربيع او في الرمضانيات. كما قلت لك عاود نكررها بدون هذا وقيل عند هذا وقيل عند هذا، كلام كله ما كاين شيء، كله ما كاين شيء. والبرنامج انا كنعرضوه وكنعطيوه للجمعيات واللي بغات تشارك معنا مرحبا بها. انا قلت الميزانيه ديالنا او المنحه ديالنا، الميزانيه قلت لك شرحت شنو هي في المجلس ديال المقاطعه سيدي مومن. جميع الدورات ديالنا كنديروها بالاجماع. علاش كتكون بالاجماع؟ لان المستشارين كيشاركوا فيها وهما اللي كيحددوها التبويب ديالها، واش غنديروا هنا واش ما غنديروش هنا، واش غنديروا هادي واش ما نديروش هادي، واش نحلوا هادي ولا نزبر الرقم ديال هادي. علاش هادشي اللي كيكون الاجماع؟ ماشي الاجماع حيت هما بغاو يصوتوا، لا كيشاركوا بالمناسبة جميع الاطياف السياسيه، ماشي غير حزب معين ولا لا، كلهم كيشاركوا، كلهم كيعطيو الراي ديالهم، وكلهم كيتخاذ بالراي ديالهم في اطار كما قلت لك قبيله في اللجنه التقنيه. هذا السؤال بحال ديال الصفر في الاول، هذا السؤال كيقول لي الصفقه العموميه كيدبرها شخص، لا كلام تو كلام تو بحال ديال الصفر ما داروا والو، هذا كلام تو نحيلوا على الاخر. نقول لكم كيفاش كديروا الصفقه العموميه، وانا راه كنبغي ناكد واحد العمليه قبل ما نتكلم عليها. راه البيت ديالنا مفتوح، شنو البيت ديالنا؟ المكتب ديالنا مفتوح ديال المقاطعه، اللي عنده شي سؤال كيف ما كان يجيو نبركو معاه نوضحوا معاه داك الشيء بساهل، ونقولوا ليه اللي كان ما كاينش، بلا ما بقاو يخدموا غلطات في سوه سيرتو في هذه الفتره هذه، هذه السنه هذه وهذه نهايه الولايه كيكثر هذا الشيء. حنا ما بغيناش بغينا الشان المحلي يبقى عنده قيمه ديالو، بغينا المنتخب ديال 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 اللي كيكون في مجلس مقاطعة سيدي مومن وراه هو عنده هم هو تاهيل المنطقه. لكن هذه الامور هذه ما داروا والو، صفر ولا راه كاين انفراديه ولا هذا الكلام كله ما كاينش. الصفقه كيفاش كدوز الصفقه العموميه؟ أولا كيتم الإعلان ديال عليها والجرائد الوطنية بالعربية وبالفرنسية، وكيكون الإعلان عليها في البوابة الرسمية الخاصة بالصفقات العمومية. ونأكد لك بأن 2019 شخصيا اللي كيكونوا أعضاء اللجنة كيكون الرئيس أو من يفوضه، تيكون مدير المقاطعة، تيكون الخازن أو من يفوضه، وتيكون مصلح رئيس القسم المصلحه اللي هو خاص بديك الصفقه. هذه العمليه كتتم علنيه، بدا اولا علنيه لان الجلسه كتكون علنيه، كيحضروا الناس اللي هما الشركات اللي هما سوميسيونا في ديك الصفقه كيكونوا حاضرين، ولي بليك يكونوا حاضرين ليهم شحال. وشخصيا لم اتراس في 2019 حتى شي جلسه ديال فتح الاضرير. 2020 ترأست وحده، لان بعض النواب صعب عليهم انه يكونوا حاضر وحضرت لهم. يعني هذه المساله هذه الانفراديه راه ما كايناش كما قلت سابقا، الاجماع كاين في المجلس
واللي بغي يحضر معنا كيكون حاضر وكنعلنوا على داكشي كامل وكنقولوا ها اللي كاين اللي كاين. يعني هذه المساله هذيك كنبغي نقول اليوم نهزوا المستوى كما حنا فيه اليوم ديال المجلس ديال المقاطعه سيدي مهان. النقاش يكون 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 موضوعي ونجيو عندنا الهم واحد كامل. شنو الهم ديالنا حنايا؟ هو نمشيو ناهلوا المنطقه ديالنا. حنا ولاد سيدي مؤمن، حنا ولاد منطقه سيدي مؤمن، نبغيو نخرجوا ونضروا فيها ونشوفوا شارع زوين ونشوفوا جرده زوينه ونطلبوا من المواطن انه يعاوننا ونتعاونوا مع المجتمع المدني. في الاخر الهدف ديالنا كمي جميع حنا كلنا هاد المتدخلين كاملين هو التاهيل ديال منطقه سيدي مؤمن. وبدون هاد اللغه ديال الفرد ديالنا ما عندنا شيء، ما كنامنوا شيء بها. حنا كهاد المجلس ما كنامنوا شيء بها، وكنشاركوا جميع اللي بغى يجي يمد معنا يد يد يد, يد الله باش نصوبوا هذه المنطقه هذيك يجي. ما كنفكروش شي كاسكيطه اخرى كيف ما كانت. وبالنسبه لي رئيس من رئيس ديال المقاطعه، رئيس ديال الكل ديال 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 كل شيء، ماشي ديال يعني واحد فئه معينه وفئه معينه، شي حتى هو ما كاين شيء. وهذا الشيء راه يتجلى ممكن انكم انتم كموقع، يعني الحمد لله موقع اللي معروف بهذا، يمكن انكم تديروا جوله وتشوفوا هذا الشيء، توقفوا على هذا الشيء اللي كنتكلم عليه وحضروا مع حضروا تقدروا حضروا حتى الجلسات العموميه ديال الصفقات. هنا بسيطه، مساله عاديه ما كاين شيء فيها. واشوف ملي كتوصلوا بشي يعني بشي مراسله كيف ما كانت كنجاوبوا على داكشي اللي كاين في المراسله. يقدر ما يرضي شي بعض الناس، يقدر يرضي الناس اخرى، ولكن راه الدور ديال الاداره كنسهروا عليه وغنقوموا به كما هو. وما نبغيو شي انه بعد صراعات اخرى يقحموا فيها تقحم فيها المقاطعه ولا الاداره. كما قلت رئيس ديال كل شيء ديال مقاطعه سيدي مؤمن، فراه قشابتنا الحمد لله واسعه. ونبغي ان نكون انتقاد، بالعكس انا الانتقاد كنمشي ليه كنقلب عليه باش نشوف واش فعلا لمسنا نوفروا شي حاجه للمقاطعه. الانتقاد النقد البناء، بالعكس هذاك المساله كيعاوننا بزاف، وهذا الشيء راه كيعاوننا في المواطنين. الاشاره راه الواتساب ديالنا ما كيخوش من من من, من الشكايات. مكتب ديال الشكايات ديالنا حنا كيوصلوا بزاف ديال الرسائل المراسلات، وكنجاوبوا على كل شيء. وحتى لما كان شي تاخر شي جواب هذاك صاحب الشكايه كيصيفط ليا في الواتساب، حيت الرقم ديالنا حنا الارقام ديالنا نشرناها، الارقام ديالنا نشرناها ديال المستشارين كاملين نشرناها في في في, في, في الانترنت باش يشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي، باش اللي عنده شي اشكال ملي كيتصلوا بنا في الواتساب يقول لي الشكايه اللي درنا درتها وما توصلش بها، مباشره كنتصل بقسم الشكايات وكنطلب الاداره انهم يجاوبوه ويجاوبوه جواب اللي كاين. ما بقى نضربوا نضربوا، هذا واضح. حنا اليوم حدنا كاين في هذه الاداره هذه، غادي يكون غتكون الاجوبه ديالنا واضحه، وغادي نشتغلوا بالوضوح مع المواطن وغادي نوصلوا المعلومه للمواطن فقط. اولا نتمنى الله عز وجل ان المغاربه يبقاو يعني يبقاو بصحه جيده، وان الحمد لله البلاد ديالنا كانت من السباقه يعني المحاربه هذا الوباء في الاول، يعني في البدايه ديالو في شهر 3 كان تم احداث صندوق ديال يعني اللي بامر جلالة الملك بتعليمات جلالة الملك نصر الله باش يمكن التبرعات ديال المغاربه. وذاك الصندوق مشى للفئات الهشه، وكان الدعم ديال الشركات اللي ضرات جراء الوباء، وكان وصل الناس وصل لهم واحد مبلغ حتى للمنازل ديالهم، انتقال الابناك المتنقله للاحياء اللي هي ما قدرتش يوصلوا ليها. المغرب ديالنا هو هذا تحت القيادة ديال جلالة الملك نصر الله. نتمنوا ان هذا نبقاو محافظين على اليقظة ديالنا والتدابير الاحترازية ديالنا نبقاو محافظين عليها. دي بالمناسبة كنقول للسكان ديال سيدي مؤمن حتى ان شاء الله ننجحوا العملية التلقيح اللي كنبغي نأكد بان المقاطعة غتنخرط انخراط تام في العملية ان شاء الله باش ننجحوها. بالمناسبة كندعي جميع المتدخلين كانك باش نكونوا يد واحدة في انجاح عملية ديال التلقيح جميع السكان ديال سيدي مؤمن. وهذه العمليه دي كان المغرب سباق لها تحت قياده الملك نصر الله، وان شاء الله استبشرنا خيرا بهذا الامر هذا، وغادي نتعاونوا جميع على هذه المساله هذه. وكذلك السكان ديال سيدي مؤمن الا جابوا لكم شي حاجه ماشي هي هذيك او شي سؤال عندكم راه حنا موجودين مفتوحين، نجي نعطيكم شنو كاين، نقول لكم شنو كاين، ها كاين هذه وما كاينش هذيك.
حنا راه ماشي عندنا عيب نقولوا ما وصلناش لشي حاجه ما درناش، راه مازال باقي خص باقي اوراق كبيره خصها تدار في سيدي مومن، باقي اوراق اخرى ان شاء الله كنبغي نقول بان الهضبه الخضراء اولا بين قوسين زباله امريكان القديمه بين قوسين اللي كان في سيدي مومن كان الشطر الاول المشروع الاول راه كان اليوم راه كاين منتزه كيديروا فيه حتى المشي يعني السكان سيدي مومن غادي تجي ان شاء الله التاهيل ديالو يليق بالمنطقه ديال سيدي مومن ان شاء الله، وهذا الشيء بجامعه الدار البيضاء وعملت مقاطعه البرنوسي ومقاطعه ديال سيدي مومن يعني كنشتغلوا في هذا الامر هذا باش يمكن نخرجوا هذا المشروع ان شاء الله لحد وزود. ونبغي نقول للسكان سيدي مومن حنا راه المجلس مقاطعه مفتوح لكم كاملين اي وقت.